نقدم لكم في هذه الفيديو مختلف مراحل طلب تأشيرة السفر إلى فرنسا انطلاقا من 1 دجنبر 2018 يجب تقديم طلبات التأشيرة عبر الإنترنت من خلال موقع فرانس فيزا. أولا أدخل إلى موقع فرانس فيزا، ثانيا أنشئ حسابي في موقع فرانس فيزا، أؤكد صحة بريدي الإلكتروني الذي استعملته لإنشاء حسابي في موقع فرانس فيزا من خلال الضغط على الرابط الذي أرسله الموقع. أخذ الرمز المؤقت الذي تم إرساله إلى بريدي الإلكتروني وأدخله إلى موقع فرانس فيزا. ثالثا أملأ الاستمارة الموجودة في الموقع، رابعا أتأكد من صحة المعلومات في الاستمارة وأطلع على الوثائق اللازمة لإيداع طلبي. ثم أحجز موعداً مع مركز التأشيرات. خامساً أحجز موعداً مع مركز التأشيرات من خلال الدخول إلى موقع تيلس كونتاكت. سادساً أسجل نفسي في موقع تيلس كونتاكت. سابعاً أحجز موعداً من خلال موقع تيلس كونتاكت. ثامناً يصلني حينها بريد إلكتروني يحدد المبلغ الذي علي دفعه لدى إحدى وكالات وفكاش لإقرار موعدي. تاسعاً أدخل مجدداً إلى موقع فرانس فيزا لتأكيد موعدي مع تيلس كونتاكت. عاشراً أطبع الإيصال والاستمارة وأحضرهما معي لموعدي مع تيلس كونتاكت. وأخيراً أذهب إلى تيلس كونتاكت في الموعد المحدد.